ما هلا بننتقل لمحطتنا التالية، ودائما للرياضة مساحة في رحلاتنا الصباحية. اليوم رح نتعرف على رياضة متميزة في السباحة اللي لمعت فيها أسماء وسيدات ورياضات عديدة في ألعاب القوى. امتلكت مهارة خاصة في رمي الرمح تعتمد على المهارات العالية في قوة الدفع اللي بتنتقل للرمح بتأثير بسرعة الجسم والتوازن أيضا. أكيد نور، عم نحكي عن ضيفتنا اللي معنا لليوم وهي الرياضية آيا إسبر اللي حققت عدد من الميداليات من الذهبية والسباعي والتتابع والفضية في رمي الرمح ضمن بطولة غرب آسيا للشباب والشابات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي، مبروك. يبارك بعمرك يا رب. يسعد صباحك وألف مبروك. خلينا نحكي بالبداية آية جميلة عن مشاركتك الأخيرة والفوز الأخير في غرب آسيا. بس رح أتشكر أول شيء قائد الوطن وسوريا، أتشكر رئيس الاتحاد الرياضي العام الأستاذ فراس معلا ورئيس اتحاد ألعاب القوى اللي هو الأستاذ فياض بكور على الدعم اللي ندعمت فيه حتى وصلت إنه وصل لهي المرحلة، وأخيرا إنه النادي تبعي كان الحضن والداعم برئاسة الأستاذ محمد السباعي. أكيد نقول له ألف شكر. الله يسلمك. بالنسبة لبطولة غرب آسيا، أول لعبة كانت هي لعبة رمي الرمح، إنه في خوف وهيك، بس الحمد لله إني قدرت إني أجيب فضية برمي الرمح. بعدين إنه صار لعبة السباعي وبعدها لعبة التتابع. تحبي أشرح لك على لعبة السباعي؟ إيه طبعا تفضلي. لعبة السباعي هي عبارة عن 7 ألعاب. أول يوم بيكون الصبح 100 متر حواجز وبعده وسب عالي، بعد الظهر بتكون 200 متر وكرة حديدية، وثاني يوم بيكون الصبح وسب طويل ورمي رمح، وبعد الظهر بيكون 800. هاي لعبة السباعي. هلا أنا بتفاجأ إنه بعد لعبة السباعي انصابت البنت تبع 400 تتابع، أنا مو اختصاصي تتابع، إنه هاي الميدالية كانت يا منجيب نحن مركز أول يا منجيب مركز ثاني، الميدالية الفاصلة يا أول يا تاني قدام قطر. أنا الصراحة كان في إصابة، كانت مستمرة الإصابة من ألعاب القديمة يعني من ألعاب، وفي إصابة وكان في الصراحة تخدير إنه ننزل على اللعب. يعني أنت جاي ولازم ترفعي العلم، يعني لازم صحيح. هيك وفي كلمة قالنا إياها الأستاذ فياض بكور رئيس اتحاد اللعبة قبل ما نطلع من سوريا، قالنا أنت مو اسمك مثلا آيا إسبر، أنت اسمك سوريا برا، فلما بدك تتذكري هاي الكلام وهدول الجمل، يعني اي اصابه او اي شيء ما لازم توقف يعني قدام، هي رح تركدي هاي ال 400، يعني فيها حلم تجيب سوريا مركز اول، في حلم انه في دمعه تفرح لما النشيد السوري رح ينزف. هاي ال 400 تتابع رئيس الاتحاد قال لي آية رح تنزلي، بس يعني قبل التتابع ال 400 كان لعبت يعني كنت ساعة ونص كنت لعبت 800 متر، ولعبة 800 متر هي اللعبة الثانية اللي بلعبها. اها. ايه فلا انه يعني 800 متر هي جري و 400 كمان هي يعني جري. يعني إصابة وإجهاد تماماً. ومشاركة. تماماً. والأستاذ انه يعني خلص واقفة على هي ال 400 تتابع. فخدرت ال 400 والله العظيم، وما انه مفكرة اني رح اجيب فيها شيء، بس انه ما فكرت والحمد لله قدرت اني اجيب اول. هي كانت احسن لحظة هي ما فكرتي وجبتي الاول. طيب خلينا نقول نحن بهي المسابقة ايضا ما كانت بس جائزة واحدة من نصيب سوريا ولا من نصيب آية، خلينا نعرف المشاهدين كم ميدالية. 21 ميدالية. 21 ميدالية من اصل قديش؟ ونحكي شوي بس عن الارقام الفرق ايضا اللي كانت مشاركة. هلا فيك 10 دول كانوا مشاركين. نحن صراحة كان الكل خايف منا، لأنه نحن جايين كنا بحماس، جايين هيك قوة يعني، مصرين على الفوز. نحن نحس إنه لما يعينوا إنه بالسوريين أو يطلعوا هيك نظرة إنه خايفين، حتى رئيس إنه الاتحاد فياض أستاذ فياض بكور قالنا إنه سوري أنتوا خايفين منكم السوريين، يعني من السوريين خايفين عفوا. إيه والله العظيم جبنا أول عن جد، يعني كان في الكويت، العراق، اليمن، الأردن، قطر، يعني كان كتير في عدد مشاركين كبار، بس الحمد لله. ألف الحمد لله، وقديش نحن سعيدين وفخورين فيكي، بنقول لك ألف مبروك. وعم نسمع حديثك هيك قديش في فعليا مسؤولية وشعور إنه لرفع علم سوريا، عم تحكي تفاصيل قديش فعليا بتأثر فينا نحن السوريين اللي عايشين بقلب البلد وعشنا تفاصيل الحرب، ومع ذلك عم تقولي إصابة وإجهاد وأصريتي إنك تكملي لتاخدي الميدالية وترفعي علم سوريا، هذا الكلام قديش فعليا بيأثر فيكي لقدام؟ يعني عم نحكي عمرك 18 سنة، أخذتي بطولة
بطولات كتير مهمة وانت عم تنافسي فرق منا قليلة وبظروف اساسا بالبلد استثنائية وصعبة. صح مظبوط. هلا انا يعني لما بتذكر اللحظة يلي فت فيها على البطولة ويلي ركضت فيها، لما انا عم بركض ال 400 او اي لعبه الفريق عم يركض معي، الفريق اسرع مني، لو ينزل الفريق كان يسبقني هو بياخذ الجائزه من كثر ما كان في حماس وتشجيع. يعني روح وحده كانت سوريا، يعني ما بتوقع انه السوريين كانوا بهي الحماس رغم مثلا ظروف او الاصابات يلي صارت. لا نحن ضلينا مصرين. طبعا بطوله غرب اسيا مركز اول صح انا شاركت فيها، بس رفقاتي يعني اللاعبين المنتخب مو اقل مني طبعا. الكل شارك تماما، الكل واحد واحد أكيد. تماما انا بتمنى يكون هم كمان هون هن الموجودين معنا، بس اكيد بيعرفوا يعني ان هن عملوا شيء وما حدا رح ينسى لهم هذا الشيء، وانا ما بعرف اذا بمثل عنهم بس انا مثلي مثلهم اكيد. شو كان السؤال؟ طيب خلينا نحكي شوي عن رياضة رمي الرمح. بنعرف انه هي بدها جهد، بدها وقت، بدها تدريب، بدها سرعة ليونة وبنفس الوقت قوة بدنية. ويمكن في كتير عالم تسأل انه يا ترى البنات بيقدروا يجيبوا ميداليات بمثل هاللعبة ولا لا، الشباب بيكونوا اكتر قوة من الصبايا بهذا الموضوع. اي مظبوط. هلا الرقم العالمي للشباب او الرجال تحديدا في 99 متر، 99 متر يعني ما رح تقولي غير 100 متر للرجال الرقم العالمي. الرقم العالمي للصبايا يعني اذا الوحدة جابت 70 ممتاز، هاي رقم تاريخ ما بيتكرر. يعني قديش جبتي آية؟ انا جبت 31.75، رقم ممتاز جدا. بس انا الصراحة من السبات يعني ما في تكنيك ركض وان الاصابة انا واقفة وعم ارمي. يعني اكيد السرعة بتجيب مسافة طبعا، تعطيك قوة دفع طبعا، بس الحمد لله انه ما استسلمت وكان المستوى مرجح اني اكيد اجيب ميدالية. في واحدة سبقتني يعني بيني وبين الذهبية مو متر، متر وشوي هيك يعني شيء ضئيل، وانا مو رقمي 31.75. يعني انا بشهادة الكابتن فراس المحامين عنده كانت 84 متر عندنا بسوريا، هو بطل. جبت بس احنا عم نحكي لانه كان في اصابه. ايه تمام. جبت معه 35 يعني انا كنت جبتها للذهبيه، بس ما بتحسر ابدا لانه هي نصيبي وقدرت اني اعوض بالتتابع وقدرت اني اعوض ان شاء الله بالمشاركات القادمه. ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نحكي، بتطمحي لقدام بالمشاركات القادمه شو تحققي؟ يعني عم نحكي هون الاصابه وقفت بوشك، انت ممكن تحصلي. عم نحكي رغم كل الظروف كمان كملتي وحصلتي على ميداليه. اي اسبر شو بتحب تشارك لسه على بطولات عالميه اكبر وحاطه شيء ببالك؟ تماما. هلا صراحه كان قبل حس انه يلا فورا راح اطلع على الاولمبياد، يعني هيك بدي، هي طموحي. بس لما بدك تشوفي المستوى وحدا انه يوجهك انه انت غرب اسيا، اول شيء جمهوريه غرب اسيا، بطوله عرب، بعدين ملتقيات عندك، نرجع لبطوله اسيا، بعدين بتاهلي لبطوله عالم، بعدين بتصيري بالتدريج. انه بس الواحد يتحلى بالصبر وما يقطع تمرينه ويكون ملتزم بالغذاء، طبعا اهم شيء الغذاء، ويقدر انه يامن بنفسه انه انت عم تشتغل صح وامشي صح، ما تمشي هيك ولا تمشي هيك، عندك هدف امشي عليه. وانا بعد هاي البطوله وبعد التجارب يلي عشتها بحياتي، هلا كلياتها بنعيش صعوبات سواء نفسيا اي شيء. صحيح. انا الصراحه كان في مشاكل الحمد لله رب العالمين نسيتها واخترت اني اتجاوزها، والقادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني دائما آية وقت بنشوف بطل من الابطال بسوريا بنعرف قديش في هذا الاصرار والعزيمه، وخصوصا يعني خلال هاي العشر سنين اللي مرقت شفنا تماماً. بطولات بوقت كان كتير صعب انه حتى نكون نحن متواجدين مشاركين، ولكن شفنا بطولات وميداليات ذهبيه. جزء كبير ايضا بيكون في دعم مو بس المدربين والمحيط، الاهل. الاهل دائما بيكون لهم دور كبير. خلينا نحكي عن حياتك، يعني مو بس بالرياضة بالبيت، كيف بيكون الدعم بالتشجيع؟ يمكن أحيانا بيكوني أنت تعبانة هنا بيشجعوك تروحي على التمرين. الدراسة، أنك أنت كمان توافقي بين دراستك وبين هاي اللعبة اللي هي بدها مجهود وتمرين وقت طويل. هلق كنت أنا قبل ما أجي على الشام كنت إنه بجبلي مع إنه عايشة مع أهلك، نوجه لهم تحية أكيد. تحية كبيرة للكل، البابا وماما وأخواتي، بدي أذكرهم كمان جعفر وحمزي ومايا أكيد. يعني هذول تحية كانوا يعني كثير يشجعوني بتصيري وهيك. يعني مثلا مش كانت عندي مشكله المواصلات، هي اهم شيء مشكله المواصلات. انا عايشه بالريف والملعب بجبلي، كان احيانا اخوي مثلا يودوني، احيانا ما اروح اتمرن بالبيت.
بس وقت اللي اتمرن بالبيت انه حدا يروح معي، انه مو مشان احس بجفاف باللعبه، مثلا اخوي كان يروح، مثلا ارجع اشوف ماما مجهزت لي اكل صحي، فهون بتحسي انه لا في حدا مآمن فيك برغم انك انت مثلا عايشه بريف وفي امل. فكانوا كثير داعمين الي صراحه. هون عم نشوف مع بعض هيك يمكن لحظات مؤثره لإلك. انا هون مسكت العلم وما عاد فيني، وهون حتى لما كنتي تعبانه وقعدتي على الارض، بعدين انت رفقاتك قديش سعيدين كانوا غنوا لي غنيه لعبنا فدائي الاخت انه غنوا لي اياها، حسيت حالي ملكت الدنيا، ما بدي الميداليه بس حسيت حالي ملكت الدنيا. طب قد ايه بيعطيكي هذا حافز؟ يعني شفنا حتى رفقاتك هون اخيرا اللعبه هون، هي لحظه دخولي رغم التعب، لما حسيت خط النهايه وانا الاول ما عاد فيني اتحمل الفرحه. صحيح عم نشوف هاي المشاهد شفناها، هاي اول لعبه، هاي لحظات جدا مؤثره يمكن بالنسبه لك. الخضره هون مبينه كان في هاي الاصابه الاداريه، هي اداريتي بالنص، الاستاذ كريم مين اللي لما امتي غمرتي كانوا موجودين؟ اداريتي. مين؟ اداريتي. اكيد بنوجه لهم تحيه. وقديش كانوا سعيدين كل زملائك المشاركين؟ الكل كان واقف هون، يعني انا مو انا اللي عم بقفز، انا عم مع صوتهم عم بقفز، ما بقى انه انا لعبي وعم بلعب ومركزي، مركزي على صوتهم. ايه ايا ايه فورا نجيب الرقم. برافو ايا. قديش احلى لحظات بحياتي عشتها. يعني ما حدا اذا اصابه، بالعكس انا حسيت اني صرت بطلي بعين نفسي اكثر لما كان معي اصابه وكمل. بغض النظر انه مثلا نقاطي نزلوا، معلش النقاط موجوده. بس انه ما كان في اصرار قبل مثل الاصرار اللي كان بالبطوله. طبعا في شكر كثير وبطاقه شكر كثير كبيره للكابتن محمد ملا. هو كثير انه الكابتن يعني كان الداعم الاول بالحكي، انه بالكلام، وانه انت راح تجيبي وراح تصيري، مع انه كان في اصابه انا قبل ما اروح. بس لا، قدر الكابتن محمد بتدريبه الناجح، خطه تدريبه وبكلامه انه يحفزني واني كفي بالسباق. اكيد بدنا نشكرهم كلهم، كل اللي مع انه هو مو كان معي، كان بالجزائر. يعني بس ضلي تعبانه. عن جد الكابتن محمد له فضل كبير. بالختام حابه تقولي كلمه اخيره او تشكري حدا؟ وفي كمان الكابتن زين الجردي كان يقول لي جمله، انه اذا قلت انك تستطيع فانت على حق، وان قلت انك لا تستطيع فانت ايضا على حق. هاي الجمله صرت كمان اتذكرها، وادارتي صارت تذكرني فيها، هي الان سألني الحمود الى كل المحبه والاحترام. هذول الشخصين كانوا معي وبتشكرهم كثير كثير على كل شيء عملوا معي ووقفوا معي، وان شاء الله يا رب اكيد القادم افضل. ان شاء الله. شكرا على لقائكم معي. ان شاء الله يا رب. نشكرك البطله السوريه آيا إسبر، وبنتمنى لك دائما النجاح والميداليات الذهبيه. ان شاء الله يا رب. اكيد نحن فخورين وبنتشرف فيكي وسعيدين فيكي البطله آيا إسبر. نوجه تحيه لاهلك، لكل الداعمين لك، لرفقاتك اللي كانوا مدعمينك خطوه بخطوه بالبطوله. شكرا لوجودك معنا. يسلمك. شكرا لك.